مهرجان العالمين في مدينة العالمين واستمراره بفعالياته المختلفة سواء ثقافية، رياضية، فنية، ترفيهية، عالم للمسرح وكمان الطفل اللي هيبدأ بعد أيام قليلة. كل التطورات الخاصة بالمهرجان بننقلها لكم أول بأول سواء صباحا أو مساء من خلال زمايلنا المتواجدين في مدينة العالمين. خلينا نروح دلوقتي نشوف محمود جميل يعني بصحبته إيه النهاردة، جدول المهرجان النهاردة هيقدم إيه، هل في حفلات، هل في أنشطة رياضية، هل في فعاليات على البحر؟ صباح عليك يا محمود، أهلا بيك، وقول لنا أبرز الحاجات اللي هتحصل النهاردة هتكون إيه إن شاء الله. صباح الخير عليك يا مصطفى، صباح الخير عليك يا هبة، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنصبح عليكم من الأجواء الجميلة الساحرة في مدينة العالمين الجديدة، والحقيقة زي ما قلت مصطفى يعني هي كل الفعاليات موجودة على الجدول، سواء فعاليات فنية، فعاليات ثقافية، رياضية، لكن خلينا نقول لكم الأجواء الجميلة اللي أنا موجود فيها دلوقتي في مدينة العالمين. والحقيقة الشاطئ الجميل اللي أنا موجود فيه هو الشاطئ المخصص لذوي الهمم والطلاب، والحقيقة هو شاطئ جميل جدا ومجهز تجهيز عالي جدا علشان يستقبل كل الطلبة اللي هيكونوا موجودين خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وكمان يستقبل ذوي الهمم في خلال مشاركتهم طبعا، لأن انتوا عارفين ان ذوي الهمم ليهم مشاركة كبيرة جدا في النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، والحقيقة ده كان حرص من إدارة المهرجان على تواجدهم في النسخة الثانية في مختلف الفعاليات، وان هم يستمتعوا بالأجواء الجميلة بجانب كل الناس طبعا اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. فخلينا أقول لك أنه يعني بعد شوية كده هنلاقي طبعا الإقبال بدأ على هذا الشاطئ من قبل الطلبة وذوي الهمم، وبيستمتعوا بقى بالأجواء الجميلة، كمان وجوده بجانب المنطقة الشاطئية أو المنطقة الترفيهية اللي بيكون فيها كل الفعاليات الرياضية المختلفة، وأمام الأبراج وبجوار الممشى السياحي. فالحقيقة هو في موقع جميل جدا، سياحي جغرافي متميز بالنسبة للطلبة وذوي الهمم. خليني اقول لك كمان ان امبارح الحقيقه كان يوم مهم جدا في مدينه العالمين لعده اسباب في فعاليات مهرجان العالمين الجديده. اولا احنا امبارح طبعا كان عندنا الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه، والحقيقه كان في عدد كبير من الالعاب الترفيهيه اللي كانت موجوده، بنتكلم على الشطرنج، على الطاوله، على الراكت، على الدومينو، على كل الالعاب سواء الجماعيه او الثنائيه اللي كانت موجوده امبارح بمشاركه اكثر من 700 لاعب في الالعاب المختلفه. الحقيقه كانت اجواء مميزه، كان في ازدحام من المشاركين ومن العدد الكبير اللي موجود واللي كانوا حريصين على ان هم يكونوا موجودين في مهرجان العالمين الجديده. اولا الشباب واللاعبين كانوا مبسوطين جدا ان هم بيمارسوا المسابقات دي او بيتنافسوا في اجواء مدينه العالمين الجديده، هو قاعد على الشاطئ امامه البحر ومن خلفه الابراج وحاله الجو الجميله، فالحقيقه هم كانوا مستمتعين وهم في المنافسات دي، والمنافسات دي هتستمر معانا كمان النهارده، فالحقيقه كان في اجواء مميزه فيما يتعلق بالالعاب الترفيهيه وحرص الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه على وجوده في مدينه العالمين، والتعاون طبعا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتقديم كل التسهيلات ليهم ان هم يكونوا موجودين ويمارسوا كل الألعاب المختلفة في مدينة العالمين الجديدة. ده طبعا بجانب استمرار رحلات الطلبة المستمرة ومشاركتهم في مسابقات الفنون التشكيلية، بجانب طبعا ان امبارح كان في فولي بول، وكان الحقيقة بدأنا نلاحظ بقى الناس اللي بتيجي اصلا تحجز في الملاعب اللي موجودة في المنطقة الشاطئية، سواء بتحجز في البادل، في كرة القدم، في الباسكت بول، الناس بدأت بتيجي وبتحجز عن طريق تذكرتي، وان هم يخوضوا بقى بعض الاوقات الرياضية الترفيهية في المنطقة الشاطئية. لكن امبارح كان عندنا تطور مهم جدا جدا، ودي رسالة قوية من مهرجان العالمين الجديدة، وهي زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة وصحبة الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. لكن امبارح احنا كنا بنشاهد وجود عدد من المستثمرين
المستثمرين ورجال الأعمال مع وزير الاستثمار في الجولة. والحقيقة هي كانت جولة مهمة، تم إطلاعهم على كل الأماكن اللي بتستضيف فعاليات المهرجان العالمين الجديدة ومدى التطور والمجهود اللي مبذول من الشركة المتحدة وإدارة المهرجان على تقديم كل الفعاليات المتنوعة وتجهيز كل الأماكن بأحدث الإمكانيات لاستقبال كل زوار ورواد مهرجان العالمين الجديدة. والحقيقة كان لنا لقاء مع بعض المستثمرين اللي كانوا موجودين. أولا هم وجهوا الشكر طبعا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الجبار اللي معمول في مهرجان العالمين الجديدة، وكانوا بيتكلموا في نقطة مهمة جدا ان هم لاحظوا ان المهرجان فيه كل الفئات. يعني هم امبارح في تجولهم في اكتر من نقطة في اليو أرينا، في ارض المعارض، في المنطقة الشاطئية، لاحظوا وجود كل الفئات المختلفة، فده دليل على نجاح المهرجان وان هو فعلا بيستقبل كل الفئات المختلفة الاجتماعية وكمان الفئات العمرية. تحدثوا كمان على أهمية مدينة العالمين في جذب الاستثمار والمستثمرين والتسهيلات اللي بتتقدم للحكومة للقطاع الخاص وللمستثمرين، بدليل ان هم موجودين في مدينة العالمين الجديدة وبيشوفوا التطور العمراني والسياحي اللي موجود، فده أكبر دليل على دعم وتشجيع الحكومة للمستثمرين وللقطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات ليهم، وإن مهرجان العالمين هي رسالة قوية للمستثمرين ولجذب المستثمرين في استثمارات كبيرة في مدينة العالمين الجديدة. والحقيقة أغلب المستثمرين أكدوا على أنهم خلال الفترة الجاية هيكون ليهم استثمارات في مدينة العالمين الجديدة، ده بالإضافة إلى أن هناك بعض المستثمرين ورجال الأعمال بالفعل ليهم بعض الاستثمارات والشركات ليهم هنا في مدينة العالمين الجديدة، واللي ليه طبعا بعض الأراضي للشركات اللي بيتم إنشائها هنا في مدينة العالمين الجديدة. فالحقيقة كان امبارح شيء مبشر جدا بفكرة الاستثمار و المناخ الاستثماري في مدينة العالمين الجديدة. علشان كده الشركة المتحدة بتحرص دايما على ان هي تشارك في المبادرات الوطنية الخاصة بالترويج للأماكن السياحية المهمة بالفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية المختلفة. امبارح كمان في المنطقة الشاطئية كان عندنا بعض فرق الفنون الشعبية او فرق التنورة التابعة لوزارة الثقافة، وكان عندنا بعض الفرق النوبية اللي كانت بتقدم الفلكلور النوبي الجميل الأسواني. والحقيقة كان في تفاعل كبير جدا من الناس، وعايز أقول لكم إن يوم بعد يوم الإقبال بيزيد في المنطقة الشاطئية، والحقيقة بيكون في استمتاع من الناس بكل الفعاليات والمظاهر الجميلة الحلوة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. ده طبعا مع استمرار بقى فعالية العجل ووجود العجل والناس اللي بتبتدي تيجي بالليل بقى تأجر العجل والأطفال. امبارح كمان كان لينا جولة في النورث سكوير، هي احد اهم المناطق الترفيهيه، كان في اقبال كبير جدا امبارح من الزائرين سواء من مصر او من الجنسيات العربيه والاجنبيه. والحقيقه مفيش حد بنتكلم معاه الا وعلى طول بيتكلم عن جمال وحلاوه مدينه العالمين الجديده ومهرجان العالمين، وقد ايه فعلا فعاليات مهرجان العالمين خلت للمدينه جو تاني خالص، ان انت بقيت طول اليوم دلوقتي تقدر تستغل وقتك في مدينه العالمين الجديده، سواء الصبح بالبحر والاستمتاع بالشواطئ الجميلة أو حتى بالتمشية على الممشى السياحي، أو أنكم تيجوا بالليل بقى تشاركوا في الفعاليات اللي موجودة في المنطقة الشاطئية. فالحقيقة كل الناس بقت مبسوطة بالأجواء اللي موجودة، والناس اللي شاركت في النسخة الأولى المهرجان العالمين ومستنية طبعا أن هي تشارك في فعاليات النسخة الثانية، خاصة أن منتظر مهرجان اللي هينطلق في 15 أغسطس ومشاركة كبيرة للأطفال، وكل المسابقات والفعاليات الخاصة بالأطفال هتكون موجودة معانا من يوم 15 أغسطس. النهاردة بقى بنستأنف مرة تانية للمسرحيات، وهيكون عندنا مسرحية السندباد للفنان كريم عبد العزيز ونيلي كريم ومصطفى خاطر. والحقيقة يعني متوقعين في ناس كتير جدا مستنية ان هي تحضر المسرحية دي، طبعا نجوم كبيرة موجودة في المسرحيات الخاصة، ودي طبعا المسرحيات اللي بتأتي بالتعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه وموسم الرياض. فالحقيقة النهاردة هيبقى أول يوم لمسرحية السندباد في ملعب الكرة القدم الخماسي، هيكون مشاركة منتخب ذو الساق الواحد لذوي الهمم. والحقيقة يمكن أغلبنا عارف المنتخب ده والإبداع والمهارات والقدرة اللي بيقدموه
الحقيقة حالة التأهل الحلوة اللي بيقدموها ذوي الهمم من خلال منتخب الساق الواحد هيكون موجود النهاردة في ملعب كرة القدم الخماسي، وهنتابع معاهم إن شاء الله مباراة أكيد هتكون حماسية وهتكون ممتعة جدا بمشاركة أبطال ذوي الهمم. هيكون عندنا كمان في الباسكت بول هيكون عندنا نهائيات المباريات من الرجال والسيدات، بالإضافة طبعا هيكون عندنا معرض الأسرة المصرية اللي بيقدم المنتجات الهاند ميد والتراث المصري، التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي. وبكرة طبعا هنستكمل الفعاليات الخاصة بكرة الطائرة الشاطئية، وطبعا استقبال بقى الحفل الكبير للفنان عمرو دياب اللي خلاص التذاكر كلها خلصت باستثناء عدد محدود جدا من تذاكر المرحلة الثالثة. فالحقيقة عندنا فعاليات كبيرة جدا مستنية كل زوار ورواد مهرجان العالمين الجديدة ان هم ييجوا ويستمتعوا بكل الأجواء اللي موجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة. وأكيد هنتابع معاكم بقى كل الفعاليات اللي جاية، خاصة حفل الفنان الكبير عمرو دياب بكرة، وإن شاء الله هنكون معاكم لحظة بلحظة بننقل ليكم كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة. برجع لكم في الاستوديو مرة تانية هبة ومصطفى. شكرا لك يا محمود. يمكن يعني الفعاليات ما زالت مستمرة في مهرجان العالمين اللي يعني قاعد لغاية آخر هذا الشهر. حفلة عمرو دياب يمكن عدد كبير جدا من الجمهور منتظرها، واعتقد ان هي هتكون يعني زي ما بيقولوا كده ايه اهم الحفلات اللي هتستحوذ على اهتمام الجميع في مهرجان العالمين. عدد طبعا من الحفلات الكبيره لنجوم مصر والعالم العربي في الغناء والطرب، واللي لقت اقبال شديد فيما هو سابق، وكمان في حفلات جايه كتير وبتناسب كل الاذواق ومنها اذواق الشباب والطفل اللي بيحظى باهتمام في المهرجان ونبته واللي هتقدمه. احنا متشوقين، انا شخصيا ما شفناش قبل كده مهرجان بيهتم بالطفل، ده حاجه جميله والله، ده حقيقي، ليها ذكريات حلوه وفيها قيم جميله جدا ممكن نقولها لاطفالنا.